مشاهدينا، حملة الشط لكل الناس هي الحملة التابعة لجمعية نحن بالاشتراك مع عدة جمعيات، وهي موضوعنا لهذه الفقرة مع ياسمين خداج منسقة المشاريع بجمعية هلا نحن. ريان، بدنا نرحب فيكم معنا اليوم، نحن ثانك يو. سعيدين بوجودكم معنا وانه عم نكون عم نتناول هذا الموضوع اللي كتير مهم. اكيد ياسمين، هيك بالبداية قبل ما ندخل بالحملة بشكل تفصيلي، خبرينا أكثر عن جمعية نحن، مين أنتو وشو أهدافكم وشو العمل اللي بتقوموا فيه؟ انطلقت جمعية نحن سنة 2009. نحن هي جمعية شبابية أسسوها طلاب كان هدفهم كسر كل التجاوزات بين اللبنانيين، فكان بدهم يلاقوا موضوع أكثر مشترك مع جميع اللبنانيين، يعني منشان هيك نحن لكلنا شيء مشترك لكلنا، منشان هيك نحن. وهون قرروا يعني نشتغل على موضوع المساحات العامة، وخصوصا موضوع شط اللبناني حلو. لحماية الشط اللبناني. يعني نحن الشط عنا منه بس مساحة كشط مساحة، نحن هي مساحة فيها روح. يعني للأسف صرنا نفتقد هلأ لأربعة أيوب اللي كانت تصير بالرمل البيضاء، ولكمان بحر العيد اللي كان بيصير بصيدا، وغيرها من الممارسات الثقافية. نعم، يعني إذا بدنا نقول أكثر، المحاور اللي بتشتغلوا عليها هي المساحات الواسعة يعني نعم هي الخارجية نعم والشطوط وكل هي هيدي القصص. هي الحماية المساحات العامة وتفعيلها، وخصوصا حماية شط لبناني من التعديات. نعم، شو النشاطات المختلفة اللي بتقوموا فيها ياسمين هيك خلال كل السنة؟ نحن اكيد بنعمل نشاطات مختلفه. اولا نحن بتعمل عديد من الدراسات من الناحيه القانونيه من الناحيه الاقتصاديه، وكمان نحن عملنا هلا مسح شامل للتعديات على الامليك العامه البحريه من شمال لبنان لجنوبه. كمان نحن بتعمل تدريبات تشاركيه، تدريبات على المهارات الحياتيه، تدريبات على حملات المناصره، ليخولوا الشباب يعملوا لهم تدريبات للشباب ليخولون يصيروا قاده يقدروا يناصروا عن سياسات عامله شامله هن بحبوا يناصروا عنه. حلو كثير، بالفعل موضوع مهم، خاصة تفعيل دور الشباب مية اليوم بالمية بكافة المجالات، الشابات كمان، هذا موضوع كثير كثير مهم. ياسمين، شو التعديات اللي عم بتصير اليوم على الشاطئ اللبناني؟ نحن مثل ما بتعرفي لبنان بلد ساحلي بامتياز، هويته مرتبطة بالبحر بسبب وقوعه على الساحل بطول 100 و220 كيلومتر مربع. للأسف بعد الدراسة اللي عملتها نحن تبين معنا أنه بعد متبقي من الشط بس 20% كمساحة عامة نحن بنقدر تو اكسست، يعني بتقدري أنت كشخص توصلي على البحر بسهولة تامة بحرية تامة بسبب التعديات على الأملاك العامة البحرية، بسبب العمران العشوائي، بسبب رمل البحر، العديد من المشاكل. نعم. تعديات بلشت نحن من الحرب الأهلية للأسف، وبعدها لهلأ للأسف يعني للأسف وقت كتير طويل. لأنه بتعرفي أصحاب النفوذ تعدوا على مساحات صح هائلة واسعة من الشط صح اللبناني هون، وهذا التعدي أدى لخسائر هائلة من المواقع الأثرية، أدى لخسارة الشط كثروة بيئية وإيكولوجية واقتصادية كمان. لأنه الشط بطل شط، يعني صار كله صح ساعة مكب زبالة، مية ساعة بالمية مكب للمجاري، يعني بطل في شط حقيقي تقدري صح تنزل عليه تكوني بأمان. 100%. وحتى هيك صار في خساره للشط كمساحه مثل ما قلت لك للممارسات الاجتماعيه والثقافيه، للاسف هلا افتقدناها كلها، نعم لان صار مثل ما قلتي بتنزلي على البحر منه في منه هال كتير. 20%. نعم، وهون بسنه 2012 عملت وزاره اشغال النقل تقرير عن مساحه التعديات على الامليك العامه البحريه، قدروا تقريبا مساحه التعديات ب 5 مليون متر مربع، نصها مشرع بين هلالين لانه مشرعين من مراسيم استثنائيه بتخالف القانون وبتخالف الدستور مثل كل شيء بلبنان. 100% وبتخالف الاتفاقيات الدوليه، ونصها الثاني كان غير مشرع هيك يعني نعم للاسف. فهون بظل الاوضاع الاقتصاديه والماليه كمان اقر مجلس النيابه قانون الموازنه 64 واللي هو تسويه الامليك العامه البحريه. نعم، فهون بفرض غرامات مالية على المتعديين، وللأسف هون نسوا الموضوع الأساسي واللي هو إزالة التعديات على الأملاك البحرية، ونسوا موضوع أنه استعادة الشط كحق عام، وموضوع أنه يمنعوا هيدي المراسيم الاستثنائية اللي بعدها عم بتخلي يصير في تعدي على الشط اللبناني. طب اليوم اللبناني شو بيعمل؟ ما في يفوت على المسابح الداخلية لأن صار سعر الفوتة على المسابح مية الداخلية بالمية
الخاصة إذا بدنا نقول كتير كبير هلأ مع ارتفاع سعر الصرف وكل شيء. طب وين بيروح؟ وممنوع يروح على الشطوط اللي هي عليها تعديات وشطوط ما بيخلوك تفوت عليها، طب شو بيعمل لبنان اليوم؟ وللاسف مش بس هيك الحقوق، يعني انت مثل ما قلتي حقي انا، اذا انت كنت بجبل لبنان مش مجبوره تنزلي على جنوب لتقدري تفوتي على مزبوط. البحر الوحيد اللي هلا يمكن ما بقى فيك تنزلي او في أصلاً. بالشمال. وكمان وحده البحر، يعني انت بحق لك يكون في وحده البحر، وكمان سكرت البنايات، يعني انت حتى ما عم تقدري تشوفيه صار للشط اذا ما ننزل عليه. نعم. هالحملة اللي رح تقوموا فيها حملة الشط لكل الناس، خبرينا هيك عنا أكثر، أي متى رح تصير وشو رح تتضمن؟ هلا نحن أطلقنا حملة شط للناس نعم اللي أطلقت حملة شط للناس، يعني أنا مثل ما كنت عم بقول لك ريان، بسبب كل هالأسباب اللي صارت بطلت نحن بس عم بتدافع عن حق من حقوق المواطنين، وبطلت بس نحن والله عم بتدافع من مساحة العامة، صار صراع على ثروة لبنان وكيانه. نعم. فهون من هون قررت نحن اكيد مع جمعيات مختلفه من شمال لبنان لجنوبه اطلاق حمله شط لكل الناس. وشو هدفه الاساسي هيدي الحمله؟ نعدل قانون الموازنه ال 64 اللي هيدا قلت لك عنه من شوي، واللي هي كان يقول تسويه الامريكا العامه البحريه، نعدله ونعمل حصر للحق لحصر الاشغال العامه بس للدوله اللبنانيه. نعم. يعني لمقتضيات الدفاع الوطني وغيره، وممنوع مثلا الشركات والافراد الخاصه تستثمر الشط لمنفعه خاصه. ان شاء الله اكيد يعني يقدر يتطبق هالقانون. إن شاء ونهار السبت كمان رح يصير فيه يعني بعد يومين مناقشه عامه براديسون بلو اوتيل بفيردان، حول كمان يعني عم تتمحور اكيد حول التعديات على الشاطئ، فخبرينا اكثر عن هالنقاش اللي رح يصير، مين المشاركين؟ اكيد نحن مثل ما قلت لك عملنا مسح شامل للتعديات على الامريكا العامه البحريه من شمال لبنان لجنوبه. فنحن نهار السبت ب 11 حزيران براديسون بلو هوتيل بفردان حنعرض نتائج هذا المسح. حيكون معنا السيد محمد ايوب مدير جمعيه نحن، حتكون معنا المهندسه والباحثه ديانا الحلواني اللي حتعمل عرض للنتائج، وحتكون معنا النائبه حليمه قاكور اللي حبت تتبنى قضيه الشط لكل الناس. ونحن هذا الموضوع بهمنا، ونطلب من جميع النواب تقديم تعديل قانون الموازنه ال 64 للمجلس النيابي. نعم. رح اكيد نتابع معك مع الاسئله ياسمين، ولكن رح نتوقف مع المشاهدين لفيديو عن التعديات على الشاطئ اللبناني. بيقولوا طول شط لبنان 220 كيلومتر على البحر، ايه هيدا كان زمان، اليوم صار بس 40 كيلومتر بسبب التعديات والعمار العشوائي، يعني بس 20% من الشط مفتوح للعموم. بيقولوا كانت الناس تعيش من البحر، صيادين، ملاحين، والناس تعيد على الشط، مهرجانات، اثار، بس كله هيدا عم يختفي. ليش؟ لانه حجم التعديات والعمار صار اكثر من 5 مليون متر مربع. كرمال هيك وتيرجع الشط لكل الناس، وقعوا معنا على عريضه بتطالب المجلس النيابي باقرار تعديل قانون 64 على 2017 بماده وحيده، هدفها حصر اشغال الاملاك العموميه البحريه بالدوله اللبنانيه. الشط لكل الناس. يعني اكيد بنتمنى ياسمين يرجع الشط اللبناني لكل الناس. وهون اذا فيك هيك تخبرينا اكثر شو هن الحجج القانونيه اللي حضرتكم يعني عم بتبحثوا فيها وتجربوا تقدموها لحمايه الشط اللبناني. ريان نحن من سنه 1925 طلع قرار واللي هو ال 144 اللي بنص على شو هي، يعني عم تحكي انت من ايام المفوض السامي قبل حتى انشاء دوله لبنان الكبير، بنص على شو هي الأملاك العامة البحرية. ونص هذا القرار إنه الأملاك العامة البحرية هي ملك عمومي، لأنه أنت مثل ما بتعرفي في بالدولة ملك عام للدولة خاص إلها، في ملك عمومي للدولة، يعني هو للشعب، يعني الدولة حتى ما فيها تقرر، يعني هو لألنا، هو لألنا للكل اللبنانية. فللأسف ايه هو عمل فعرف عن شو هي الاملاك العامه البحريه، وقال انه هي لا تباع، ما فينا نبيعها وما فينا نكتسبها، مش انه انا اذا عشت بهذا البيت 10 سنين صار الي، يعني ما فينا نحن نكتسبها بمرور الزمن. وكمان عرف شو هو الاملاك العامه البحريه تحديدا، واللي هو الشط البحر لاكثر موجه، نقطه توصل فيها الموجه بنهر بفصل الشتاء،
وكمان شطوط الحصى والصخر وغيره. يعني اليوم اصلا بدنا ننوه اكثر واكثر ياسمين عن اهميه الشاطئ اللبناني اليوم مثل ما قلت قبل بظل الظروف الاقتصاديه والماليه صح. اللي عم نقطع فيها صح. بس قبل سوري ايام ما نبلش بهذا الموضوع بس بدي ركز على موضوع نعم. شوي قانوني بموضوع الماده الاولى سوري بطبع بقرار 144 انه هو قال جمله انه منح اجازات اشغال بس اشغال it's different. هي شيء غير استثمار. نحن للاسف لما انت تعمري بيت بطون على البحر منه اشغال، اشغال يعني الدوله اللبنانيه بتحطي شويه خشب لانه مثلا انت عندك شيء بدك تنظميه يمكن بس لفتره معينه كم شهر سنه ماكسيموم، الدوله بيقول لك بكره تشيليها، بس نحن للاسف اللبنانيه يعني نحن صار في عنا بطون متعمر، هي صارت قاعده، بطلت اشغال. يعني ما بقى بتنشال. ما يعني للاسف. يعني منه حط يعني هي مراسيم الاستثنائيه كمان مش منطقيه. نعم. حابه تضوي اكثر واكثر ياسمين حول اهميه اليوم الشاطئ بظل الظروف الاقتصاديه اللي عم نعيشها. اكيد الشاطئ عنده دور كثير مهم بالاقتصاد الوطني ونحن منشان هيك نحن عملنا دراسه كمان بين منطقتين بلبنان، منطقه صور ومنطقه كفر عبيده، تبين معنا انه لما المنتجع الخاص بالمنتجع الخاص الربح محصور بشخص واحد صح، اما بالشواطئ العامه القيمه الاقتصاديه بترتد كلها على المدينه صح. كمان بين انه بمنتجعات بكفر عبيده كثير قليل الموظفين بس بصور في عنا تقريبا اكثر من 600 موظف والمدينه صور بتاخذ تقريبا 4 مليار من خدمات الشاطئ، فنحن هيدي الكونسبت اللي بيقولوا لك نحن عم نعمل منتجعات سياحيه والله لنجيب سواح على البلد ونزيد، لا انتوا اذا عن جد بدكم تزيدوا القيمه الاقتصاديه بتبعديها عن الشط مثل ما بتصير بكافه دول العالم، هيك السائح الجاي بيبرم حول كل المطاعم حول كل محلات المدينه ليقدر يوصل للشط اللبناني. نعم يعني هيدي النقطه بالفعل كثير مهمه صح. ياسمين انتوا اكيد كمان كجمعيه عم بتواجهوا اليوم تحديات كثير كبيره تقدروا تضلوا تستمروا تضلوا تطالبوا، فكيف عم تقدروا تضلوا تكفوا نشاطاتكم؟ اكيد هلا نحن هلا تحديات اكيد في عنا تحديات حتى بهيدا المشروع، للاسف نحن ما فينا نوصل لكل المعلومات، نحن واجهنا صعوبات لنقدر نجيب مراسيم الاشغال اللي هي من حقنا نحن كلنا تقدري تفوتي ودغري تشوفيها اونلاين. هلا نحن يعني بالنهايه الجمعيات هي شغله تساهم بالصمود بلبنان، يعني مثل كل المحلات مثل كل الجمعيات المحليه بالعالم في ناس بتنظم حالها لتقدر تواجه الازمات قد ما فيها، يعني مثل فيكي مثل قولي مثل الصليب الاحمر الدولي، يعني بيكون عندنا نحن استراتيجيه خطط لبناء ولنقدر بهالموضوع نقدر نساهم بتخفيف الازمه، مش عم بقول لك اكيد نسد فراغ الدوله ولكن قد ما فيكم تجربوا تساعدوا 100%. يعني لو ما الجمعيات تأكيد ما بعرف وين كنا صرنا بظل هالأوضاع. إن شاء الله يعني هلأ نقدر نبلش نعمل على القليل بالخطوة الأولى إن شاء الله. هيك خبرينا شوي شو الخطط والمشاريع هيك اللي حطينا للمستقبل رح تشتغلوا عليها. هلأ نحن مثل ما قلت لك الخطة الأولى هي أنه تعديل قانون 64 لسنة تعديل قانون الموازنة 64 لنعمل على القليل نحمي هيدي أول شيء 20% المتبقية، بعدين نعمل مثل مخطط توجيهي للشط، نعمل مخطط توجيهي كمان محلي نحدد شو هي الأملاك العامة البحرية وكمان نحدث قرار 144 اللي صار من سنة 1925 ونشكل لجنة للأملاك العامة البحرية. نعم وهون ياسمين خبرينا أكثر كيف فينا نتابعكم ونتابع نشاطات جمعية نحن. أكيد فيكم تتابعونا على مختلف التواصل الاجتماعي إنستغرام فيسبوك، نحن بينكتب اسمنا نحن capital letter NAHOO وعلى طول بننزل نشاطات، فيك تقولي بالجمعة كثير من كل نشاطاتنا، إذا بتعملوا لنا فولو بتشوفوا كل نشاطاتنا بخلال هيدي التواصل الاجتماعي. ياسمين هيك بختام فقرتنا شو حابه هيك توجهي كلمه اخيره للمشاهدين اليوم؟ يعني بدي اقوله انه نحن كجمعيه لحالنا ما فينا نعمل شيء، يعني نحن كلنا لازم كشعب وكجمعيه ومن وراء الفيديو اللي حضرناه هلا بدي اطلب من الجميع نمضي العريضه لتعديل قانون الموازنه ولنبلش بالخطوه الاولى انه نحافظ على هال 20% المتبقيه ان شاء الله نتمنى. وثاني وحده انه بدي اذكركم بنشاط السبت، يعني الدعوه عامه وبيشرفنا وجود الكل لتقدروا تشوفوا نتائج مسح اللي عملناه عن تعديات ان شاء الله. نحن اول شيء بدنا نشكرك، نحن كثير حبينا انك موجوده معنا هيك صبيه من دفعه، شكرا ياسمين لوجودك معنا واكيد بنتمنى لكم التوفيق بكل نشاطاتكم جمعيه نحن. شكرا كثير لك.
مشاهدينا نحن رح نتوقف لبريك صغير وبنرجع منتابع معكم مع ضيوفنا مع زميلتي داليا، خليكم معنا.